نلتقي اليوم في الكلية تقريباً سنة الاجتماعية في واحدة من المحطات العلمية التي تدخل ضمن برنامج علمي لكلية الكلية بعنوان سنة جامعية 2022 ونحن على مشارف في نهاية هذا البرنامج العلمي السنوي. موضوع هذا اللقاء كما ذكر السيد عزيز الملتقى في إشكالياته وكما هو واضح من العنوان يتعلق بمسألة مهمة جدا وهي مختلف التحولات الاجتماعية التي طالت المجتمع الجزائري منذ تاريخه إلى يومنا هذا، حيث يلتقي في هذا اللقاء كما ذكر السيد عزيز الملتقى مجموعة من الأساتذة من مختلف التخصصات، لا يقتصر البحث ولا يقتصر فروع العلم الاجتماعي بل انه تعدى الى التاريخ والانثروبولوجيا ليكون البحث دقيقا في هذه التحولات، هذه التحولات التي طالت كل الانساق البدائيه والوظيفيه في المجتمع الجزائري والتي بدا واضحا اثرها على بناء الهويه الجزائريه التي نحن فيها الان. من خلال برنامج الملتقى الذي ولد الينا ان عدد كبير جدا من الركوب والرواح البحثيه ركزت كثيرا على المرحله الاستعماريه، لما لهذه المرحله من اثر كبير في التحولات في المجتمع الجزائري، يبقى في مداخلات طارئه في تاريخ الجزائر المرحله الروحانيه ومرحله تاريخيه. المهم عموما اجدد ترحيبي للجميع. ظروفنا من خارج جامعة فشلة، نتمنى لكم إقامة طيبة في هذه الولاية المجاهدة والضيافة. أهلا وسهلا بكم جميعا.